أولا اللي خصنا نعرفه هو أنه الاحتراف لم يأتي بقرار بسيط ولم يأتي بين عشية وضحى. الاحتراف كان الحديث عليه كان أول مرة بدأ في المغرب مور واحد المباراة دارها المنتخب المغربي أمام ألمانيا سنة 1970، وكان المغرب كان رابح إلى 61 دقيقة وفائز بالمباراة أمام ألمانيا، وما أدرك ما ألمانيا آنذاك، ألمانيا بيكنباور والمجموعة المعروفة. فانا داك خرج البعض تيقول بانه خص المغرب يدخل الاحتراف فقط لانه تلك المباراه قدم فيها داك الشيء، يعني كانت الى حد ما احلام ما بنيش على المرتكزات واقعيه. تجدد الامر مع الراحل محمد مكوار رئيس الوداد السابق، وتحدث على المغرب خصو يقدر يدخل الاحتراف، ولكن ما كانش، كانت هي احلام اكثر منها مبنيه على شروط موضوعيه، بدليل ما كانش بنيه تحتيه رياضيه، كانت كره القدم مبنيه على التطوع، يعني ما كانش هناك وجود ديال لاعبين اللي يقدروا يمارسوا كره القدم بشكل كامل بشكل مهني، بل كان هناك فقط تطوع، وبالتالي جميع الشروط كانت غائبه جدا، خصوصا اذا استحضرنا الجانب المالي. نهايه التسعينات جدد النقاش بواحد الشكل كبير، وكانت مبادرات من الجامعه الملكيه وايضا من جماعه النخبه انذاك، ولكن كانت واحد اشاره من بعض الفاهمين الرياضي اللي كانت يقول بانه الاحتراف يلزمه قرار سياسي من اعلى سلطه بالبلاد. والبعض كان يتناول هذا التصريح هذا وما تعرفش القيمه ديالو، ولكن تاكدت في مناظرة 2008 اللي دارت في الصخيرات في أكتوبر 2008، جاء في الرسالة الملكية بأنه مفروض أنه كرة القدم تدخل المجال الاحترافي. فكانت هذه الإشارة من أعلى سلطة البلاد بأنه خص المغرب يدخل المجال الاحترافي. وبالتالي القائمين على الشأن الرياضي، القائمين على التدبير الحكومي، شافوا بأن هذه إشارة ملكية ومفروض أنهم يتحركوا، وبالتالي كان تحرك. كانت أول حاجة إبعاد الجنرال حسين سليمان 2009، إحضار علي الفاسي الفهري، وكانت عنده مهمة أساسية. أولا نزع الغطاء العسكري على التدبير ديال كرة القدم ودخول رجل مدني وإن كان لديه ارتباطات مع السلطة، وأمر آخر هو إنجاح مسلسل الاحتراف وانطلق ونجحوا في العملية تقريبا في ظرف سنة ونصف، نجحوا أنهم يوضعوا المشاريع الخاصة بالاحتراف على مستوى العقود اللاعبين، على مستوى ارتباط ديالهم بالخارج، على مستوى ارتباطهم بالأندية إلى آخره، وأيضا الدعم اللي تتقدم لهذه الأندية هذه. الان تنقولوا 2011، حنا في 2015 اللي طرح السؤال كما طرحتيه، هو انه هل نجحنا وهل هناك عراقيل لهذا المسلسل ديال الاحتراف؟ في اعتقادي بطوله هاويه ان تنتقل الى الاحتراف الامر ليس هينا، لان الامر لا يتعلق ببنية تحتية او دعم مالي او شروط الاحتراف او عقود اللاعبين، بقدر ما يتعلق بالعقليه والسلوك ديال الممارسين الرياضيين بما فيهم اللاعبين والمدربين والمسيرين. الامر يتعلق بالعقليه، وبالتالي العقليه ممكن تتغير في 4 سنوات. لغايه الان عندما نقول الاحتراف هناك برنامج مضبوط، يصعد مدرب او يصعد رئيس فريق ويقول بانه هناك مؤامره ضد فريقي فقط لانه تم تغيير البرمجه من يوم الخامس ليوم الثلاثاء. يعني هل هذا سلوك احترافي؟ يتم ما نراه في الجمع العام ديال الجامعه اللي كانت جرى في السنه الماضيه، ونرى ما وقع في الجمع العام من لغط ومن سب وقذف، هل هذا هو الاحتراف؟ إذا الاحتراف هو احتراف في العقليات قبل أن يكون احتراف في العقود وفي الممارسات وفي التدبير، وبالتالي الاحتراف يحتاج لنقلة. وفي اعتقادي أن منذ البداية، وصرحت بذلك قبل 4 سنوات، أن الاحتراف على الأقل يتطلب 10 سنوات من أجل أن نقول بأننا أصبحنا بطولة احترافية وأن نبحث عن جيل احترافي. نحن الآن نمارس بلاعبين كلهم يملكون تفكيرا هاويا، مسيرين يملكون فكرا هاويا، وبالتالي على الأقل يتوجب كما قلت بأن هناك انتقال ديمقراطي. اعتقد بانه يجب ان نقول بانه انتقال احترافي يتطلب 10 سنوات، واتمنى ان نصل الى ذلك اليوم فعلا الذي نقول فيه بانه لدينا بطوله احترافيه بكل مقوماتها عقليه واداء وايضا ماديا. سؤال جيد، وهنا غادي نربطه بانه في غياب اي سياسه موجود داخل النادي او داخل الجامعه، لا يمكن ان تكون هناك قناعه بضروره استمرار اطار وطني او اطار اجنبي في موقع ما. لماذا؟ عندما اكون ناديا ياتي رئيس بولايه رئاسيه مدتها حوالي 4 سنوات ان اكملها، لديه هاجس واحد، ان يربح الجمهور وان يضمن استمراريته على راس ذلك النادي، لانه بين قوسين رئاسه النادي او رئاسه الجامعه ليست
أمرا تطوعيا وليست خيرا من ذلك المسؤول، لأن الأمر هذا القناعة حاولوا أن يفرضوها في بعض الأحيان بأنه هذا تطوعا مني وتضحية مني إلى آخره، في حين الأمر ليس كذلك. المسؤول عن النادي عندما يدخل على رئاسة النادي يبحث عن رأس مال رمزي، وهو الوصول إلى بعض مراكز القرار، لأنه من بإمكانه أن يوصل رئيس فريق ما إلى أن يكون بجانب جناح حسين سليمان في منصة ملعب الأمير مولاي عبد الله ومنصة محمد الخامس؟ من الوسيلة التي قد توصل رئيسا ما أو شخصية الرياضة ما أن يكون جالسا من وراء الملك محمد السادس في نهائيات كأس العالم الأندية بمراكش؟ إذن هي الرياضة، وبالتالي أن يقال بأنه أدخل الرياضة فقط من أجل تطوعا وتضحية بمالي ووقتي، أعتقد أن هذا كلام يعني ساذج إلى حد ما، لأن أي واحد يصعد إلى منصب ما له أهداف وله أهداف قد تكون قريبة أو بعيدة.